استاذ منعم زيدان، السؤال الاول لحضرتك، انت ليه تحديدا تكتب روايه عن الحشيش في مصر؟ الفكره مش فكره ان انا بكتب روايه عن الحشيش، الفكره ان انا كنت في الخارج ورجعت مصر في توقيت معين، فلقيت الموضوع منتشر بشكل هستيري. يعني لقيت حاجتين ملحوظين جدا في الشارع، ان الشارع المصري الناس كانت فرشه في الشارع كتير قوي، بيع اي حاجه منتله عشوائيه. والمنظر التاني اللي كان ملحوظ جدا، فكره ان الناس بتشرب حشيش في الشارع او بتلف سكر حشيش في الشارع بمنتهى السهوله، يعني الموضوع علني خلاص وكانهم قننوه. تمام، عرفت ان حضرتك اخدت 6 عينات حشيش من 6 مصادر مختلفه وقمت بتحليلهم كيميائيا، فعايز اعرف نتائج التحاليل دي كانت عباره عن ايه بالظبط. هي نتائج مضحكه. يعني اول قطعه حللناها كانت طلعت عسل اسود على لبان ذكر على فلوموكس، فلوموكس بتاع البرد. تمام، والثانيه كانت ما فيهاش جوهر الحشيش، يعني فاهم انت، لو هي لو ما فيهاش نوع اي نوع من انواع المخدرات، يعني انت لو خدتها ومسكت بيها في مكان معين ورحت النيابه وطلبت تحليل القطع اللي انت اتمسكت بيها تطلع براءه ما فيهاش اي حاجه. الـ6 كلهم على بعضهم كان فيهم بس قطعتين اللي هم فيهم جوهر الحشيش، اللي هو نسبه من نسبه الحشيش. تمام، لكن الباقي كله عباره عن خلطات، طباخين الصنف يعني زي ما بيقولوا، فاهم، ناس طبخاه يعني. امال الناس ليه بتتسطل حضرتك لما تشرب الحشيش ده؟ الناس عندها إيحاء، اللي رايح يعمل حاجه زي كده، رايح يجيب حشيش من النوع ده ويشربه، وهو عنده إيحاء بنسبه مثلا حوالي 30-40% على الاقل، واستعداد ان هو مستني حاجه تحصل من السيجاره اللي هو بيشربها دي. تمام، هو معتقد ان السيجاره اللي هو بيشربها دي مخدر، يلا مخدر ولا اي حاجه. احنا من الثمانينات واحنا بنتكلم على فكره ان الحشيش مضروب في البلد او المخدرات مضروبه، يعني احنا بلد اتعاملت مع المخدرات بموجب بنفس طريقه التعامل مع الغذاء، فهم ضربوا الغذاء. يعني اللحمه عندنا مش موثوق فيها. تمام، ناس احنا مجتمع ذبح الحمير واكلها للناس لانها لحمه كندوز، فهو ازاي نفس المجتمع ده نثق فيه ان المخدرات نفسها اللي هي انليجال تكون حقيقيه؟ تمام، روايتك بتتكلم عن ماذا لو اصبح شرب الحشيش قانوني في مصر، هل نقدر نفهم ان انت بتدعو الحكومه المصريه انها تحذو حذو الحكومه الهولنديه والكنديه في تقنين الحشيش؟ لا طبعا، انا ما بدعوش ولا في الروايه ولا في الحقيقه ان انا بدعو الحكومه انها تقنن الحشيش، ده امر مرفوض تماما. انا بطرح فكره ماذا سوف يحدث لو بنظريه الواقع المفترض، يعني ايه اللي ممكن يحصل لو الحشيش بقى قانوني في مصر، المصريين هيتناولوا حاجه زي كده ازاي، وهل احنا في حاجه لتقنين المخدرات في مصر ولا لا. لكن انا لا ادعو، انا بالعكس انا بتكلم عن نظريه الواقع المفترض، اللي هو يا جماعه لو حصل هيبقى الوضع عامل ازاي. تمام، بس تمام. برضو انت اتكلمت في روايتك الدخان الازرق عن متلازمه كايرو. ايه متلازمه كايرو دي اللي حضرتك اكتشفتها وكتبت عنها في الروايه؟ كان في حاجه قريت عنها اسمها متلازمه ستوكهولم في السويد. في عصابه دخلت على بنك حاولت انها تسرق البنك ده، واحتجزت الموظفين از هوستج، يعني رهائن. ولما الداخليه تدخلت في الموضوع واستطاعوا قدروا ان هم يقبضوا على العصابه والموضوع انتهى وخلاص. فساعه المحكمه المجني عليهم اللي هم الموظفين بتوع البنوك بتوع البنك شهدوا لصالح العصابه نفسها اللي دخلت تسرق. فعلماء الابحاث والدراسات الاجتماعيه هناك في ستوكهولم قال لك لا، اللي حصل ده حدث جديد من نوعه، وحدث عددي منتشر، مش حاجه واحده، مش فرد واحد اللي عمل كده، لا ده كذا عدد. فنقدر ان احنا نسمي الموضوع اللي حصل ده متلازمه ستوكهولم، اللي هي السلوجن بتاعها بيقول التعاطف مع الجاني. احنا هنا في مصر انا بتكلم عن متلازمه كايرو، انا اللي ابتكرتها في فكره التعاطف مع الواقع. الناس هنا في مصر يعني بتشتكي من الاسعار وبتشتكي من المواصلات وبتشتكي من حاجات كتير جدا، بس ما كل الناس تشتكي بتعرف تتكلم وتنتقد الواقع بطريقه رائعه جدا بالتفاصيل هايله، لكن ما حدش قدر ان هو يطرح راي او ان هو يغير من الواقع، فهم متعاطفين مع الواقع بتاعهم. متلازمه كايرو هي تجسيد للتعاطف مع الواقع. كل بني ادم متعاطف مع الواقع بتاعه، كل مجموعه في المجتمع متعاطفه مع الواقع بتاعها، المجتمع كله او الشعب كله الناس كلها متعاطفه بيشتكوا، يحصل اي حدث يشتكوا، لكن ما حدش فيهم بيفكر ان هو يغير. فكره تبدا بنفسك دي مش موجوده، وهي الموضوع عددي، يعني الموضوع نفس التفاصيل المجتمعيه اللي بتكلم عليها وتفاصيل السيكولوجيه والنفسيه اللي بتكلم عليها موجوده في القاهره، موجوده في اسكندريه، موجوده في السويس، موجوده في الصعيد، ناس عايشه يومها زي ما هو، لكن ما حدش بيفكر ان هو يغير او يصلح اي حاجه. بس الف شكر لحضرتك استاذ منعم زيدان الكاتب الروائي والسيناريست، شكرا جزيلا. الف شكر لكم، الف شكر.